الحمد لله على سلامة الست فريدة، المسكينة كتير عم تتعب وتتوتر. بس هلأ صارت منيحة الحمد لله. طيب احكي لي عن مارت. ايه مارت بجنن، منيحة كتير، مبارح كان مبسوط، والصبح لما كنت عم ركب بباص المدرسة قال لي المسا رح تجي عزراء ورح تاخذني، ومن هالحكي يا حبيبي. شفتي قلتلك شايفة ما أحلاكن، الولد كمان تحسن مزاجه. ايه صباح الخير. صباح الخير. صباح كيف الخير. امور قائمه اليوم؟ عملتوا التجهيزات؟ ايه رح نبلش فورا. هلا رح نبلش يا شيخ. هلا بدنا نبلش؟ ممنوع. شو كلمه السر تبعنا؟ ما في شيء اسمه رح نبلش. لا تشغلوا حناكم، شغلوا ايديكم. صباح الخير. ها صباح الخير ست سراب. على اساس تجهزوا قائمه اكل مشان عزيمه الجمعيه. عزراء انا قلت لك لك. ايه انا عملت كم اقتراح، خليني احكي مع الشيف بالاول وبعدين بجي لعند حضرتك مشان اعرضهم عليكي. اه يعني لسه ما حكيتي معه؟ بسم الله، لسه هلا بلش الدوام ست سراب. بدي اياها تكون على طاولتي من هلا للظهر. ماشي. اه صحيح، بالمناسبه عزراء، بعد ما تقرروا القائمه جهزي الوجبات وقدمي لي اياها. بس نحن عنا القائمه تبع اليوم كمان لازم نعملها، هي ما بتلحق معنا لانه موادها مختلفه كتير. يمكن تلحق إذا ما ضليتي تتلهي وتضيعي وقت، جربي إذا بدك. ماشي؟ طيب يعطيكم العافية. شكراً يا ست سراب، شكراً. شو يعني هاد هلأ؟ عم تتغالص طبعاً. لكم شغلي هي سياسة تطفيش، بس أنت ما تعطيها الفرصة، أوعى تسمحي لها. ما رح أعطيها فرصة. بس يا شيف ما في قائمة أصلاً، كيف بدها تلحق عن جد؟ شو بيعرفني أنا؟ يمكن تلحق إذا أخذنا قرار سريع. أول شيء خلونا نشوف القائمة تبع اليوم. شيف شو رأيك؟ خطرت عبالي فكرة حلوة كتير مشان الوجبات. بنتي ما بيمشي الحال، لازم نشتغل بالترتيب. لا مو هيك، اسمعني شوي. شوف رح نستخدم مواد القائمة تبع اليوم مشان نطالع أطباق القائمة الثانية، يعني بس طبق الحلو رح يكون مختلف وهذا منقرره بعدين. شو بيصير يعني؟ يعني أنت هلأ قصدك تقولي أنه نعمل بنفس المواد قائمتين طعام مختلفين بخمس أنواع من الوجبات؟ هيك تماماً. والله أنت بتخوف. إيش مفكر لك؟ شوف فكرتي. شيف شيف شيف، هدول جاهزين رح أخذهم. ها؟ منظرهم بشهي، خديهم للست سراب لنشوف، خليها تدوق لنعرف إذا رح يعجبها. والله أكيد رح تطالع شي عيب فيهم. والله إذا لقيت عيب بقول للشيف عملهم. شو فيني أعمل يعني؟ شي حلو هذا الناقص والله، بتبهدليني وبتبهدلي حالك كمان، وبيخرب المطبخ وبيخرب كل شي. خلص لا تاكل هم، بقول لمين عملتهم. ها؟ لأنه ما بقي إلا أنا، تركيني بحالي. إيه ليش بتخافوا منا كل هالقد؟ خلص أنا بضحي بحالي ولا يهمكم. يا ويلي والله وقف شعر بدني، يلا خديهم يلا. لا تلهوني أكتر، أنا رايحة ادعولي. موفقة. لا شوف. شو أعمل أنا؟ أنت كملي شغل هون وأنا رايح. ماشي. تفضلي ست سارة. تمام، استني شوي لو سمحتي. طيب رح أستنى هون. شو هادية؟ أها؟ الله الله، ألو؟ هوليا شو هدول؟ شو عم بيصير فهميني؟ الظاهر أنت ما عندك خبر، بتوقع أنه سومرا قررت تصير الوجه الإعلامي لشركتكم. بالله شو؟ معقول هذا الحكي؟ شو اللي عم تحاول تعمله سومرا؟ طيب ماشي، شو اسم المجلة؟ يلا عطيني بسرعة. تمام تمام، شكرا وشكرا لأنك عطيتيني خبر فورا. ماشي يلا بشوفك. ليكي خلص عزراء، فيكي تاخديهم كلهم طيبين. شكرا لك. بس ما دقتيهم. عزراء خلصنا، فيكي تاخديهم، يلا خديهم وروحي على المطبخ. يلا روحي من وشي. طيب خديهم يلا. يا ابني تعال عندي، يلا تعال تعال تعال. بتروح فورا وبتجيب لي مجلة دنيا الأعمال. ماشي دنيا الأعمال، يلا يلا فورا سرعة. يا الله دخيلك.
سراب قريتها كمان على الأغلب. وسراب شو بيعرفها بمجلة دنيا الأعمال لحتى تقراها؟ أنا جبت المجلة لهوليا، بتكون قريت وعطت الملخص لسراب، أنا بعرفهم. ما ضاقت ولا صحن منهم. ما بعرف شو الشيء الجديد اللي عملته سومرة، بس سراب عصبت وتكركبت كتير. شو كان اسم المجلة؟ قالت إنه اسمها دنيا الأعمال. دنيا الأعمال؟ أنا رح خلي الشباب يجيبوا لنا نسخة من هالمجلة، تركوا هاي الشغلة علي. إيه خليهم يجيبوا شيف. يعني هاي المرة كيف زبطت حالها لتطلع بالمجلات؟ حبيبتي هاي سومرة بتكون لقت شي طريقة. إيه طيب، بس كانت علاقتهم منيحة لمبارح، شو صار هلا؟ شو هاد؟ والله أنا ما عم أفهم. بس لحتى يجيب الشيف المجلة منعرف شو عاملة. إيه والله. تفضلي ست سراب. آه شكراً كتير. شوفوا شوفوا شوفوا، لك هاي شو عاملة؟ ما عم أقدر صدق، شو هالوقاحة هاي؟ طلعي على هالمرة، يعني عن جد ما حق الست سراب تعصب منها. شو هالشكل؟ ايه بس هي ليش عصبت؟ انا ما فهمت. سمرة اجت لهون وقالت ان الشريكة جديدة لعائلة تشيلان، وقتها ما قالت شي ابدا، هلا شو صار فجأة يعني؟ بس يا بنتي هيك اعلان ما بيصير، عائلة تشيلان ما بتحب قصص المجلات والاستعراض. الست سراب كمان هلا صارت مديرة المطعم، بس الست سمرة طالعة هلا بالمجلة كأنها اهم منها بالشركة، اكيد رح تنزعج. ايه منيح خليها تعرف شو حقيقتها لسمرة. ألو تفضلي. ها؟ جاتو؟ تمام يا ست فريدة، تمام، مع السلامة. عزراء، عندك شغل اليوم كتير، بدك تعملي جاتو. جاتو شو هاد؟ جاتو عيد ميلاد. لمي؟ ما فيني أقول لمي، أنت اعمليه وبعدين بتعرفي. طيب ليش فيك تقلي؟ شو رح يصير إذا حكيت؟ خلص أنت بلشي فوراً بدل ما أنك عم تلعي، يلا. يلا يلا، هاتي هاي لشوف. سراب؟ إن شاء الله تكوني هديتي، كنتي مثل القنبلة على التليفون. كيف رح أهدى يا سمرة؟ قليلي كيف؟ التصرف يلي عملتي مانو مقبول أبداً. سراب حبيبتي أنا شو عملت؟ ما عملت شي غلط، يعني تصرفت مثل أي شريكة عادية، تصرفت مثل ما لازم يصير تماماً. مو لهي الدرجة يا سمرة، أنا ما عطيتك مصرياتي لحتى تروحي وتاخدي بوزات وتتباهي على عائلة تشيلان أبداً. أنت مأمنة على هاي الأسهم، اشتريتي هاي الأسهم بمصرياتي، قليلي نحن مو هيك اتفقنا؟ إيه كلامك مزبوط، يعني أنا كمان عم حاول أخدم شركة تشيلان مشان تكبر، قصدي أنا ما خنت أمانتك وثقتك بالمرة. ما بيصير هالشي يا سومرة، ما بيصير، نحن شو اتفقنا من الأول؟ آه قلتلك إنه بكرة أو بعده هنن أكيد رح يشكوا بالموضوع ورح ينكشوا ورا هالقصة، ووقتها أنا رح أطلع قدامهم. مشان هيك عملت هاي المقابلة، شوفي كيف عم غير الوضع، شايفة بعيونك؟ عم بتصرف كأني شريكة طبيعية، ما خطر لي هيك ردة فعل. شي حلو والله، أنت ما كنتي بتعرفي إنه رح تكون ردة فعلهم هيك، بس هلا شفتي بعيونك وعرفتي ما هيك؟ إيه كانت ردة فعلهم قوية، عملوا اجتماع عاجل لمجلس الإدارة وإجت حماتك وعطتني محاضرة، وبعدها هنن قالوا لي إنهم مانن بحاجة لهيك إعلانات. حياتي أنا هذا اللي عم قلك إياه أصلاً، هنن ما بيحبوا هاي القصص أبداً. إيه تمام، نحن منصير نحكي معهم باللغة اللي بتناسبهم حبيبتي. معقول الإنسان بيزعج حاله مشان هيك شغلة كرمال الله؟ يا الله، أنتي لا تاكلي هم، أنا بفكر بكل شيء قبل ما أعمله. بترجاكي لا تقلبي خلقتك هيك، خلاص بترجاكي. شوفي عن جد بزعل كتير، لا تقلقي، أنا مستحيل أعمل شيء ضرك. ما بعرف سومرة، يعني من هلأ ورايح أنتي لازم تنتبهي أكتر من هيك، أصلاً لو ما هوليا اتصلت فيني وقالت لي أنا ما كنت سمعت بكل هذا الشيء. طيب حبيبتي لا تخافي رح دير بالي، بس إن شاء الله ما تكوني عصبتي هيك قدام هوليا كمان. لا أكيد ما حسست بشي. طيب خلصنا، أنا رايحة على البيت هلأ، منحكي بعدين. ماشي منحكي، شوفك. بس ليكي لا تعصبي. إيه شو هاد يا الله.